ما جاء من ذكر حوادث عن الإسراء والمعراج مما يستفاد من هذا أنه بسبب هذه القصة كما قال بعض العلماء بسببها نزل اسم الصديق وصفا لأبي بكر كما جاء في مستدرة الحاكم قال علي والله ما نزل الصديق إلا من السماء. ولذلك لما رجع عليه الصلاة والسلام قابله أبو جهل فقال ما عندك يا محمد؟ قال أسري بي هذه الليلة إلى المسجد الأقصى. فضحك مستهزئا وقال إن الجمال تقطعها إيابا شهرا وذهابا شهرا، كيف يكون هذا؟ فاتخذها فرصة أن يشكك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند صاحبه أبي بكر. فلما أتى إليه يريد بذلك أن يقطع أواصر العلاقة بينهما وأخبره بالخبر قال وقد قال؟ قال نعم. قال فإن كان قد قال فقد صدق. قالوا كيف تصدقه بهذا والجمال تقطعها شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ قال إني أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتي غدوة وعشية. ولذا قال الطحاوي في مشكل الآثار قال كيف كان أبو بكر رضي الله عنه صديقا مع أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم يشاركون في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله قال لأنه كان أسرعهم تصديقا. ولذا يقول ابن كثير رحمه الله كما دل عليه الرواية الأخرى أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم البيت، فجل الله عز وجل له البيت فوصفه لهم وصفا دقيقا، ولكن هم يعلمون أنه ما ذهب وما أتاه هذا الوصف إلا من العليم الخبير، فآمن بعضهم وبعضهم كذب. وقد قال ابن كثير رحمه الله ما روي أن أبا بكر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصف المسجد الأقصى قال هذا حديث منكر لا يصح، إنما الذي سأله هم الكفار.